هنا السلوك مشرعة واللهب احذر يأسرك القلق احذر يخطبك النفق. السلام عليكم خوتي، كترو بارطاج لانه شويه موضوع شويه حساس. ما انت اصحاب السينيال غادي نخربوا لهم في دارهم. كترونا البارطاج خوتي، نخليكم شويه 2 مينوت ولا باش بارطاجوا. كاين جديد اللي كاين؟ وعليكم السلام، بونسوار. كترونا البارطاج خوتي في المجموعات بارتو بارتو، لانه جوستمون غادي نهضروا على جماعة سينيال ودوك تفهموا شكون اللي راهي سينيالي فيكم هنا في الجزائر، من دافعوا على بلادكم ومنين راهي جايه هاد الضربه. معناتها كترونا البارطاج خاوتي، نزيدوا دقيقه ولا زوج. وعليكم السلام ورحمه الله. البارطاج خاوتي، البارطاج زوج على اسانسون اليوم. كترونا البارطاج خوتي، دوك شويه هكا يبداو صحاب اللي قلنا صحاب السينيال. بون، بلا ما نطولوا عليكم خوتي، كما راكم تشوفوا هذا تعرفوه، كتعرفوه ايمانويل ماكرون. وين راه هنا يا خوتي؟ راه في عند لو كريف. هذا نذكروا الناس اللي ما تعرفش، كما خوتنا لي زيميغري كاع على بالهم شكون هما الكريف. لو كريف هي منظمه تاع اليهود في فرنسا، وهي اللي تحكم في فرنسا، هي الدولة العميقة تاع فرنسا. هما اللي نصبوا الرؤساء، هما اللي نصبوا الوزراء، هما اللي نصبوا كاع الصوالح. هادي دراع تاع اسرائيل اللي مستعمرة به فرنسا، هما اللي نصبوا الرئيس الاول ساركوزي، ومن موراها كاع الرؤساء اللي جاوا من بعد وبليجي يفوتوا عند الكريف. اللي ما عندهاش السوتيان تاع الكريف ما يوليش رئيس ولا ما يوليش وزير، ودي جاي يحجبوه كاع من الاعلام وما يطلعش. هذا الكريف خوتي، نتمشوا شويه هنا اليوم. هذا الموضوع راكم تشوفوا باللي خرجنا من الزواف، وكاع ما غاديش نهضروا على الزواف. راك شايف، تبع مليح، هذا راهي اخطر من قاع هاد الصوالح. تبع مليح هنايا، هاولا كونسيل ريبريزونتاتيف دي انستيتيوشن جويف، هذه هي لو كريف اللي معاش لو كريف. هاولا البريزيدون تاعهم مع ايمانويل ماكرون. دوك تفهموا باللي حاجه خطيره وتهم الجزائر. تبعوا مليح هنايا، قلنا نهار اللي تنصب هنايا قال لك مين حطوا ايمانويل ماكرون رئيس، توجور يعاونوه باش يحطوه رئيس ولا شاولا، هو تاني يرد لهم الجميل تاعهم. راك شايف، هما تاني كيطلع يولي بريزيدون يعطي حاجه كادو لاسرائيل. واش دار كل رئيس يدير حاجه كيما هكا؟ ايمانويل ماكرون حاجه الاولى اللي دارها لاسرائيل اللي هي نصب جماعه باش يديروا قانون جديد. هذا القانون الجديد شي يعاقب الناس في انترنت بالسينيال، الناس اللي تهدر على سوا ديزون لونتيسيميتيزم، وراحوا اكثر من هذاك وابعد من هذاك، راحوا خلطوا ما بين لونتيسيميتيزم ولونتيسيونيزم. لونتيسيميتيزم اللي هو الراسيزم على حسبهم هما، الراسيزم ضد اليهود، زادوا خلطوه مع لونتيسيونيزم، معناتها باش يسكتوك اصلا، ما توليش قادر تهدر ميم با على اسرائيل ودافع على فلسطين ولا، باسكو خلطوا لونتيسيونيزم اللي هو ضد، كي تكون ضد الصهاينه، خلطوها لك باش تولي كيف كما هي، كما لونتيسيميتيزم. ما تقدرش ميم با تحلف امك على اسرائيل، سينو تعاقب ماليا بالحبس بزاف صوالح، بلا ما نحكوا على السينيال تاع انترنت. ها هو لهنا نهار اللي داروا ايمانويل ماكرون لوي كونفي انسي كا جيل طايب فيس بريزيدون دو كريف. هذا جيل طايب دوك نهضروا عليه دروك، هو الفيس بريزيدون تاع الكريف، هو يهودي صهيوني من هذوك الصهاينه الواعرين كاع. تبع مليح وما تقلقوش، هذا لايف راه رايح يحمى غير بشويه. تبع مليح، هاي القانون اللي داروه، هذا قانون تاع الدوله الفرنسيه، رونفورسي لا لوت كونتر لو راسيزم اي لونتيسيميتيزم سور انترنت. دوك من بعد ندخلوا في التفاصيل تاعه، دوك غادي تنخلعوا شويه. تبع مليح، ها القانون. باش تفهموا شكون اللي راه يسينياليكم كي تهضر على فلسطين ولا تهضر على حاجه، شكون يسينياليكم كي تهضر على حاجه اللي ما تعجبش فرنسا كاع اصلا، خاطش هما القانون داروه على ضد زعما سوا ديزون لونتيسيميتيزم. بصح هذوك القوانين اللي داروهم ولا لي بلاتفورم سور انترنت اللي داروهم بالسينيالمون، يسينيالو بهم عشوائيا كاع الحاجه اللي تجي كونتر عليهم،
politiquement ou la j'ai parmi les principales mesures figurant sur la fixation d'un délai de 24 heures pour retirer les contenus haineux. C'est ma faire 24 ساعه هما دوله فرنسيه تفرض على فيسبوك باش في 24 ساعه البارطاج تاعك بوبليكاسيون تاعك تتنحى من فيسبوك ويسينيالو لك الكونت ويبلعوا لك الكونت. كاين بزاف الناس اللي راهم يشكولي من لي كونت تاعهم نغلقوا دوك تفهموا علاش وشكون وكثرونا البارطاج خاطر خاوتي دروك غادي يبداو يبارطاجوا. هادو هما الجماعه قلت لكم اللي راس الحربه تاع السينيال هذا هو في الجزائر ثانية دوك تبعوا مليح دوك تفهموا شكون ها القانون وها ودي من خلطوا ما بين لا ديفينيسيون دو لونتيسيميتيزم كونتينو دو سون كاركتير مش عم مختريي دو سي حق دمنا هما دو يخلطوا افيك لونتيسيونيزم ردوا داروا امالغام ما بين لونتيسيميتيزم ولونتيسيونيزم باش ما توليش تقدر تدافع على فلسطيني كاع امبوسيبل تهضر على فلسطيني باسكو تهضر على فلسطيني يقول لك انتيسيميت انت بكري كانوا يقول لهم كي تقول لهم نتوما انتيسيميت يقول لهم لا انا انتيسيونيست هذا ما كان ضد الصهاينه ماشي ضد اليهود دروك لا خلطوها لهم قال لهم بلي كيف كيف صاي انتيسيميتيز انتيسيونيزم قلعوها تبع مليح هذا الكادو اللي دارها ايمانويل ماكرون لاسرائيل تبعوا مليح علم علم على يد من على يد هذا جيل طيب ها ولا جيل طيب اي فرونسي دو كدام هذا صهيوني يهودي صهيوني مكروه حتى في فرنسا بوليتيسيان في فرنسا حتى في فرنسا مكروه عنده قضايا تاع فساد وخماج وبزاف صوالح هذا جيل طيب هو اللي كلفه ماكرون باش يدير هذا القانون وهاد لي بلاتفورم دو سينيالمون تبعوا مليح مع من ها ولا هنا اسرائيل في الجورنال تاع اسرائيل ها ولا ماكرون ماكرون ها ولا البريزيدون تاع الكريف هذاك اللي قرا هذاك وها ولا جيل طيب حداه وراهم في الكريف راك تشوف كاع السياسيين تاع فرنسا كما يروحوا يشاركوا للكريف ما يولوش سياسيين وما يولوش رؤساء ما يولوا والو تبع مليح ها ولا في الفيغارو هذا البريزيدون تاع الكريف وهذا جيل طيب اللي قلت لكم عليه فيس بريزيدون دو كريف ها ولا الكريف موراه وهذه ليتيسيا افيا هذه ثاني صهيونيه كما تشوف فيها كحله دايرينها على اختاروها هي من كسموه الجاليه تاع افريقيا دوك تفهموا علاش هي كما هاك تبان لك ماشي يهوديه مي صهيونيه تبع مليح ايوا ها ولا جيل طيب خاوتي لا ميسيون تاعه في فرنسا يجيب هاد الناس كيما شلغومي شلغومي كاع لي زيميغري يعرفوه هذا خاوتي كان ارهابي في تونس من بعد نصب روحه امام سيد ما يعرف والو في الدين خاطيه ما يعرفش من باين ينطق كلمه بالفرنسي حطوه يمثل المسلمين تاع فرنسا ودار كوارث عظيمه في الدين هذا يعيطوا له الامام دي رابان الامام تاع الروبوب تاع اليهود يخدم معاهم كي تكون كاينه حاجه باش يخدموا اسرائيل يجيبوا هذا الامام هذا الامام يحل لهم ويحرر لهم باسم المسلمين الوركو حتى مسلم في فرنسا ما يستعرف به كاع يكرهوه وعلى بالهم باللي كان خاطئ كاع الدين كاع تبع مليح هذا الجيل طيب لا ميسيون تاعه يلم هاد الناس اللي يجيبوهم اقليات يمثلوا سواديزون الاسلام في فرنسا والعروبه وهالصوالح تبع مليح خاوتي ها ولا جيل طيب ا غوفرنمون فرونسي ها الوزير الاول تاع فرنسا من داروا هذا القانون وسلموه للبريمي مينيستر هذيك ليتيسا افي هاي لحداها هذا السيد اللي راه ادروات ما نوريه لكمش ما تقلقوش دوك تعرفوا شكون وراهي رايحه ها ولا السيد اللي كان ادروات هذا السيد اللي كان ادروات راهي يهضر لكم على القانون هذا تاع السينيالمون باش تفهم مين راهم يسينيالوك يا مواطن جزائري pour conduire une mission sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Il n'y a que très peu de signalements, et le problème, c'est que même quand il y a signalement, eh bien, les propos controversés, les propos délictueux, parce qu'il s'agit de propos délictueux, ne sont pas retirés. Jusque-là, Internet était un espace d'irresponsabilité, un espace aussi d'impunité, et je pense qu'il faut que ça change. Le président de la République a envie... Le président de la République, c'est Emmanuel Macron, c'est bien. هذا هو راس الحربة اللي تشوف فيها الوجه هذا هو راس الحربة تاع السينيال في انترنت كاع الحاجة اللي ضد بلادك يعاونها حاجة اللي مع بلادك انت مع الجزائر هذا هو اللي سينياليها وتبع مليح دوك تعرف شكون هذا ساشان il faut que le débat soit porté au niveau européen nous modestement à notre place on va essayer de s'y employer هادي كيما تشوف هنا لو باريزيان تي في هادي الدولة الفرنسية تبع مليح وكثرونا البارطاج خاوتي لانهم هما بدات اللي راهم جايبينها مورايا دوك تفهموا علاش من بعد Très concrètement, il y a des moyens, le signalement en est un.
ها السينيالمون اللي رايح عليه خاوتي، راك تشوف انت كيفاش سينيالوك، تبع مليح كيفاش سينيالوك، كيفاش يقولوا لك صوالحك من تدافع على بلادك ولا تدافع على فلسطين ثاني كيف كيف. Il faut accroître le dispositif qui permet de signaler, je pense à la plateforme Pharos. هذه لا بلاتفورم فاروس خاوتي داروها سبيسيالمون، دارها هذا الانسان هذا مع الغوفرمون تاع فرنسا، داروا بلاتفورم فاروس هذه خارج اون بلاتفورم خارجه على فيسبوك. بصح كي تكون كاينه انت مواطن جزائري تبارطاجي حاجه باش تدافع على بلادك ولا على فلسطين، شي بني ادم يسينيالوها لهذه لا بلاتفورم فاروس. هذه بلاتفورم فاروس سبيسيالمون مديوره باش تسينيالي ودير ضغط على فيسبوك باش يقلعوا المنشور تاعك ويعاقبوك. هاد الديمقراطية على حسابهم هما، تبع مليح. Par exemple, il faut aussi que les signalements soient suivis des faits, c'est-à-dire qu'une fois qu'on signale un contenu, eh bien, il soit retiré. Et retiré pas dans un an, pas dans cinq ans, pas dans un mois, mais tout de suite. في البلاصة يقلعوا لك المنشور تاعك، راك شايف بها احنا من كنا نبارطاجو على أمير مول مازدا، سينيالمون تاعك في البلاصة تسينيالا وفي البلاصة المنشور تاعك ينحجب يروح. بصح هو أمير مازدا من ينشر كاع الصوالح بيزار، ينشر الخماج والصوالح حتى بورنوغرافيك في فيسبوك ما يصرى له والو، وسينيا يسينيالوه ملايين الناس ما يصرى له والو. ها ولا اللي كان من مور امير مازدا، دوك تفهموا شكون هذا السيد. كثروا لنا البارطاج خاوتي لان الامر مهم، تبع ان توكا لو بلو فيت بوسيبل. هذا السيد ها يلا في القانون اللي ورثه لكم قبيله، ها ولا السيد اللي كنتوا تشوفوا فيه هذا دروك كريم املال، راكم شفتوا باللي رحنا لفرنسا، رحنا لفرنسا اسرائيل وفرنسا وطحنا طحنا ولينا في الزواف. هذا كريم املال دوك تعرفوه شكون وهو منين. كثروا البارطاج خاوتي. هذا كريم املال ازول سوف يسون اكطوال من دابوني سانتي ساكير دارومي ذات زهري ذا قبايلي، دارومي ذات زهري ذا قبايلي. لا غالب خويا رحت حتى لفرنسا عاود درت 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 لقيتك تزوافي لا غالب. راك تسمع ايمانويل ماكرون، تبع كريم املال فينا ازول فلاش كريم ملال الزول فلاش انه زوافي، تبع مليح شكون. ولد انسان كان حاجه كبيره في النظام وهرب في ليزاني 90 في وقت الارهاب، تبع مليح. ها ولا كريم ملال زايد في 1978. عمر راسك مليح شيخ، كثر البارطاج كثر البارطاج كثر. Ah voilà, Karim Amlal est un écrivain, enseignant, entrepreneur français, maintenant 1978, à Paris, Saha, et notamment autour de l'ESSEC d'Amna. Tchouf, Zed. Nous sommes tous les vérifiés ce soir. Regarde, on fait Wikipédia, ou fait site officiel. Donc, on joue. Ah voilà. Karim Amlal est le fils d'un haut fonctionnaire algérien. Boukhan Hajek Bira, Fernedam, le Jazairi. Il a quitté le pays, début à la guerre civile, fait 90. يا عم راسك. Eh bien, s'en prend indifféremment aux femmes, aux différentes minorités. Aux différentes minorités. عبالكم شكون راه يقصد الاقليات، الاقليات اللي راه يقصدهم تعرفوهم شكون، كاين زوج اقليات اللي يدافع عليهم، اقليه تاعنا تاع بلادنا اللي نعرفوها واقليه اليهوديه في فرنسا. Le problème essentiel, parce qu'il faut toujours une image qui est très vraie. Imaginons que nous soyons, je ne sais pas, sur la place de la Concorde, tous les quatre, et qu'on commence à s'injurier, à se diffamer, à s'en prendre. تبع المنطق خاوتي، تبع المنطق كي داير، تبع عندك دروات عاير الدين يقولهم نورمال، عايروا الدين نورمال، بصح باش عاير واحد هكا اقليات ولا لا، تبع مليح. اه لو مير، اه جو نسي كي، اه نو ريليجيون بريزومي، تو سا دو فاسون غراتويت، ان توت امبونيتي، ان بوبليك. انترنت سي باراي، انترنت سي ان اسباس بوبليك. هذا داروه لنا احنا، نصبوه لنا خاوتي جوندارم تاع انترنت، تبع مليح. اي لا دي لوا ان فرانس كي انكادر لا ليبرتي ديكسبرسيون. راهي هضر لنا في بربر تي في خاوتي. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, ça veut dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut dans certaines limites. Le problème, c'est que شكون اللي فيكسي هاد لي ليميت؟ راك شايف قال لك عندك الدروا تهضر اللي بغيت، بصح في واحد الحدود، شكون اللي فيكسي الحدود؟ هذا واحد من الناس اللي راهم يفيكسوا الحدود، مع من؟ مع جيل طياب فيس بريزيدون تاع الكريف تاع اسرائيل، وتبع كاين اخطر من هاد الشيء، تبع. كون سا لي ليفر سيبر ان سور انترنت. بوتيت كي يرا ان نوفو دروا كي ويت كري. بوتيت. لو دروا دروا كي فو دروا دانترنت. ايماجيني نوفيل لوا. ابسوليمون ابسوليمون ابسوليمون. بوتيت كي فو ايماجيني نوفيل لوا، اون فيرا سي دون كادر دو نوت ميسيون. Quels seraient ces conséquences? C'est un des objectifs. C'est un des objectifs. Alors,
Sur la, bon, la loi, on verra. Il y a ce qu'il faut de nouveaux outils, on verra. Il y a la question aussi des outils techniques qui existent. Le signalement. Signalement, qui va aider à ce changement. Signalement. هادو لو كان داو البلاد هنا في الجزائر كون راهم داروا لكم كيما هكا راك شايف هذا هو الهدف تاعهم يدير القانون باش ما تويش قد تهدر كاع اصلا تبع لي بلاتفورم دو سينيالمون لا كيسيون دو موان جوديسيير لا ريبونس جوديسيير كي انسوفيزون الشرع في الشرع تماك في فرنسا تهدر في اسرائيل داروا هذا السيد دار قانون القانون هذا اللي داروه اللي ورته لكم وين يقدروا يخبطوا المواطن البسيط بامون تاع 87000 اورو وطلع حتى 150000 اورو هام حتى 3 ملاير لو كنت تحلف امك على اسرائيل ها واش كانوا غادي يديروا لكم هنا على الاقليات في الجزائر لو كان هاد الناس وصلوا للبوفوار دوك تعرفوا هذا شكون تبع كريتيكي نيمبورت كوا تيام بيان سا كريتيكي نيمبورت كوا سا نو سي دير كريتيكي لي ريليجيون باغ اكزومبل ها قال لك كريتيكي نيمبورت كوا تقدر كريتيكي ثاني لي ريليجيون تام ديانات اون سباس دايور اون بو فير اون بو فير نجم تعاير الدين نورمال ما عندكش مشكل عاير الدين على روحك اون بو فير اون لو دوا دو فير اون اي دون فرانس اون لو دوا دو فير On a le droit d'aérer les DNS. Et c'est fondamental. En revanche, on a... En revanche, mais ça, je n'ai pas le droit d'aérer les DNS. On n'a pas le droit d'injurier, d'insulter, de diffamer, d'être violent dans ses propos à l'égard d'individus. Ou de communautés. Ou de communautés, évidemment. De communautés. Aussi, tu as dit, culturel. Je ne sais pas si je suis spirituellement de leur appartenance religieuse, ethnique et sexuelle, etc. Et sexuelle, معناتها les LGBT, شواد, ما عندكش droit. عندك droit تعاير ديانات, ليس سهل, بس ما عندكش droit تعاير شواد. Réel ou supposé, bien sûr. Mais ça concerne pas seulement les juifs et les arabes, ça concerne tout le monde. Et puis les femmes, les homosexuels. Alors que معناتها les homosexuels, ما عندكش droit تعاير les homosexuels, بس حد دي normal, تيري, تيري برك. Toutes les minorités. لي مينوريتي كيما العاده لي مينوريتي هما رانا كيما قلت لكم على بالكم شكون بلا ما نهضروا ها ولا تويتر تاعو خاوتي باش تعرفوا الناس تاعنا تاع لي زالجيريان شكون راهم يتبعوا بلا ما على بالهم راك شايف ها ولا تويتر تاعو دوك نروحوا لتويتر تاعو ها ولا اون بيرسون اكريف ان سينيون خدامنا وين سيبر ان بور لو غوفرنمون فرونسي خدام عند الدوله الفرنسيه راك شايف دروك غادي نبدلوا السوجي صاي هذا كريم املال راكم تعرفوه صهيوني من تاع فرنسا خدام مع الدولة الفرنسية مع إيمانويل ماكرون مع جيل طيب تاع الكريف اللي هو أكبر صهيوني في فرنسا قلت لكم اليوم زوش على أسانسون أسانسون هذا كريم أمل سيبون كملنا معاه روحوا سيجي واحد آخر خوتي تاني باش تعرفوا توجور شكون اللي راه يعطيكم المعلومة في الجزائر شكون اللي راه يحررتكم على بلادكم من هذه السنين صافي ديزاني وهاد الصفحات اللي راهم قاطبين الرأي العام ويروجوا الأفكار تاع المجلس التأسيسي وهاد الشكيل كاع تاعهم تبع مليح غادي نروحوا لسوجي واحد اخر دروك هاد الصفحه تعرفوها كاع راه عندهم فايز جوج ملايين وقيلا ابوني هاي لا شوف شوف هادي كاع تعرفوها هاي لا هاد الصفحه هادي صفحه خاوتي كيما راكم تشوفوا هنا بوبليكاسيون تاعهم ليكيب شوف شوف و زادريس سي ميور فو ا لوكازيون دو العيد الفطر راك شايف نهار العيد الفطر داروا بوبليكاسيون وحده كيما راك تشوف فيها هادي هي من موراها يجي نهار واحد اخر اللي هو ذكرى اغتيال رسولهم المحبوب معطوب للناس قلنا نهار العيد الفطر بيبليكاسيون وحده وتروحوا شوفوا فيريفيو في لاباج تاعهم روحوا دخلوا بلا ما نجي نكذب عليك روح فيريفيو في لاباج تاعهم باش تشوفوا دو بوا دو ميزور نهار العيد الفطر بيبليكاسيون وحده نهار معطوب للناس حسب شحال حسب هاي لا وحده عمر راسك معطوب للناس ها وحده ها زوج هادو كاع نهار واحد خاوتي بوندون دو تروا جور هذيك دو تروا جور تاعهم تاع لانيفيرسير ها زوج ها ثلاثة زيد ها أربعة زيد ها خمسة زيد ها ستة لا هادي صحة هادي بيبليسيتي ليهم هام للزوافة تاعهم تبع مليح باش تفهموا شكون اللي راه يدمركم على بلادكم زيد ستة معطوب هادي كاع غير باش الذكرى تاع معطوب للناس سبعة زيد ثمانية والعيد الفطر وحدة صح عمر راسك هذه لاباج خوتي نهار اللي بدات انا عرفتها بلي صهيونية كان عندهم ألف ميل جام ألف ابوني اش ولا ألف روحوا فيريفو عندهم دروك في لاباج تلقوا بلي مين كان عندهم ألف جام راحوا داروا انترفيو اكسكلوزيف مع أونريكو ماسياس أونريكو ماسياس شنتا شكون باش أونريكو ماسياس يعطيك
انترفيو اكسكلوزيف في صفحه تاع فيسبوك عندها 1000 جيم. راك شايف انا من ذاك النهار وانا نتبع فيهم صافي 5 سنين ولا النهار اللي حلو 2013 وقيلها ابوبليك اون دات كيما هكا. تبع مليح ها اللي راه يزور لكم في التاريخ وهما شوف شوف قال لك اخرطه وسورس دو سولافمون الجيريان اللي حذرتكم منها قلت لكم باللي كيما خاونوا الثوره في 62 في 54 غادي يخاونوا لكم الثوره تاع الحراك. ها قال لك الحراك خرج من عندنا وها ولا لو سامبول اللي يديروه قبائل خاطر شحال من واحد قال لك لا هذاك سامبول تاع في فيكتوار ما قلناش لا على بالي باللي هذا تاع في فيكتوار بصح اسكو تعرف منطقه واحده اخرى في الجزائر يخرجوا يديروا هذه ما قال منطقه قبائل معناتها ما تديش كلامي وتقعد تحرف فيه. ها هذا ميساج لوحدي راه مدايرين دي فيديو على بالي باللي هذا لو سامبول تاع في فيكتوار نعرفه بصح غير في منطقه قبائل اللي يديروه. ها مالا صافي انا كي نكون ندير لايف لي فون ابريجي صح زيد دوك نروحو لدروك نشوفو هاد لاباج خاوتي لانفورماسيون كيفاش دير لها وعمر راسك مليح خاوتي هنا غادي تشوكاو شويه كاين بزاف ناس غادي تشوكاو. عندك صفحه تاع اعلام تي سونسي تو دون لانفورماسيون تقعد نوتر كي تجيب الاخبار انسان يقعد نوتر قال اودي ها شاسره ماشي تعطي رايك الا باغي تمد رايك دير بروفيل تاع انسان ولا تاع حاجه اخرى بصح هادو سوا ديزون ميديا ان ميديا نورمالمون يجيب لكم المعلومه. شوفوا كيفاش يثريتوا الانفورماسيون مين تكون تهم الجزائر ومين تكون تهم فرنسا وماكرون واسرائيل وهاد الصوالح تبع مليح. هنا كيفاش كانوا يخدموا في كريم طابو قال لك اكوي تري شالورو دو كريم طابو ابو زكان مش عارف شنو ولا لو بوبل سي كومون اكويغ سي زونفون معناتها هادي شيتا غراتويت لكريم طابو تبع مليح. موراها قال لك قايد صالح كيف يراه الذباب الالكتروني ولا حاسو رونجرز تبع يطنزو على القايد صالح صح معليش تسمى هنا ديجا اصلا ما راكش ميديا ام اون طونك ميديا تحط لانفورماسيون ما تهودش المستوى تاعك لهاد الصوالح اللي كيما هكا تبع مليح. هنايا يروجوا للمجلس التاسيسي كيما العاده لي لايف تاعهم كاع اللي يديروهم يديروهم لا غروند بوست كان الجزائر محصوره في لا غروند بوست ام بريد المركزي انا مكان ما كاينش جزائر واحده اخرى تبع مليح. قال لك بعد 3 أيام من العصيان المدني في السودان المجلس العسكري يتنازل على بعض المطالب كذا من دايرينها بالعاني باش يدمروا تاوعنا العصيان المدني هذه في وقت العصيان المدني اللي كانوا باغيين يروجوا لهنا في الجزائر زعما قال شوف السودان العصيان المدني وصراو دوك الشكي الموتى وكاع منا يا صا يديروا هنا في الجزائر يديروا كيف راك شايف باش يديروا بريسيون على الشيش تبع مليح. هذه لانفورماسيون تبع مليح. امانيو هذه نهار اللي قلعوا خريطه هذيك غبريطه الكلبه قلعت فلسطين من الخريطه دارت اسرائيل في بلاصتها تبع باللي هنايا ما عندهمش بريز دو بوزيسيون هنا قعدوا نوتر كي تجي في اسرائيل يقعد نوتر ما يعطيش رايه. ان مانويل سكولا غايتي روتي اون اورجونس سويت ا اون كارت جيوغرافيك انديكون اسرائيل او لو دو لا باليستين. راك شايف هنا كي جاب لك هذه المعلومه اللي تضر اسرائيل ما عطاش رايه وما ضحكش وما طنش وما تهجمش على اسرائيل. هنا شوفوا تبعوا مليح باش تعلموا كيفاش الناس تروج للافكار تاعها سوبتيلمون. اسرائيل ما يعطيش رايه يعطيها لك لانفورماسيون نوتر كيما نورمالمون يمدها على السوالح الاخرين ثاني بالجزائر عمر راسك كاين بير كو سا. شوف هنا كون لو اف ال ان اوفر ان كادو اوفر ان كادر او كادر دو فخاماتو بهدلتونا هنا بور ولا كونتر ماناش انا نشوفوا لانفورماسيون كيفاش يوصلوها الشعب. هنايا كي تجي في الجزائر عندهم راي ويطنزوا كاع بهدلتونا راك شايف دوك تبع باللي كي تكون في فرنسا لا. هنا على الدين مونديال 2018 لا روسي بال عربي سعوديت 5-0 شوف شنو دايرين تاع عينوش كاتبين لك الفودكا بال يورين دو شامو 5-0 زعما الفودكا ربحت بول البعير ويطنزوا على التجر ما بهمش هما السعوديه بهم الاسلام راك شايف تبع مليح. تسمى هنا ثاني ولا هودو النيفو تاعهم راهم يضحكوا عمر راسك خويا. هنا نهار هادي الدين يطنزوا عليه كي ما يساعدهمش وهنايا اصحاب السلفيه هذوك من خرجوا اصحاب الدين وكاع قالوا خاوه مع قبائل ها قال لك هنا يشكروهم راك شايف خلونا من الفتنه باسكو ساعدتهم لانها صفحه زوافيه تبع مليح. هنايا قال لك شوف ريبون ا جايت صالح معناتها انت عاود ولينا انت ما راكش ميديا دروك راه عندك راي سياسي وراي بزاف صوالح. هنايا شوف ريبون ا جايت صالح راهم يعايروا فيه تبع مليح. اناليز هذه في وقت غديري خاوتي غديري ثاني جينيرال الجينيرال زوافي اناليز لو جينيرال غديري سوغاتيل لو ماكرون الجيريان مي كانوا باغيين يبيعوا لنا غديري راك شايف شغل ماكرون ديجا اصلا نردو حاجه شابه وغديري يردوه لك هو الماكرون الجيريان
شوف كي وصل لك المعلومة أخويا. شوف شوف اسمهم شوف شوف على باطل. قال لك ماكرون أن جون ألجي. تبع مليح هذا النهار اللي جا ماكرون هنايا واحد الجزائري صغير جون بهدل ماكرون هدر له على الثورة وعلى الاستقلال بلوتو استعمار وكاع. شوف كي يدافعوا على ماكرون ويضربوا جزائري ويشيتوا لماكرون. شا يقول لك فو نافي جامي كونو لا كولونيزاسيون بوركوا فو فوني مونبروي افيك سا ويضحكوا. راك شايف شغل هما راهم فيار باللي ماكرون قصف هذاك الجزائري الصغير. ها ها الصفحات لكم تبعوهم يا المبردعين تبع مليح. فوتي ماكرون شوف شوف فوتي ماكرون هنا تصاور ما مشي طلعوا لي فيديو باسكو كي درت لي كابتور كونيكسيون كتعيان. فوتي ماكرون روح اكتب فوتي ماكرون عندهم في لاباج تاعهم دوك تخرج لك مازال الارتيكل كاين. بارطاجي خويا بارطاجي بارطاجي لان مازال باقي صوالح بير على هذه بير. كثرونا البارطاج خاوتي دوك تزيدوا تشوفوا العجب. شوف خويا شكون اللي راه يدمرك على بلادك. شوف الفلو ها سعوديه توجور وقلنا السعوديه هما يقصدوا الدين والعرب. راك شايف لاغابي سعودي تغيبون او زوميلياسيون دو دونالد ترامب دايرين باللي السعوديه هاي لا ويرحسوا الصباط تاع دونالد ترامب. هنايا اون طون نورمال راك شايف اون طون نورمال يتهجموا على السعوديه ما عندناش مشكل صح. ها السعوديه نهار اللي تتمشى مع اسرائيل كيما يعايروهاش. لاغابي سعودي اي اسرائيل فون ديفلوبي لو غولاسيون كوميرسيال. هنا ما عايروش اسرائيل ما عايروش السعوديه خاوتي لانهم تمشاو مع اسرائيل. راك شايف زيد عمر راسك زيد. هنايا راهم يسوتنو في صحاب الريف تاع المغرب راهم يحوسوا الاستقلال تاعهم تما كاين في الزواف تاع المغرب. راك شايف زيد ايا كي تجي في اسرائيل خاوتي ما عندهمش راي ما عندهمش راي. يوصل لك معلومه هكا بارده وجافه ويزيد يقول لك حاجه شابه يقول لك شك تخمم انت. شوف ميكرو تروتوار كو بونس لي الجيريان دو لا ديسيزيون امريكان دو ريكونيتر جيروزاليم كوم كابيتال ديزرايل. هنا ما قالكش باللي يا ودي اسرائيل امريكان قالوا باللي نحطوا جيروزاليم هي لا كابيتال تاع اسرائيل ومنا ما تهجموش ما عطاوش راي. هنا حطوها لك بارد هكا ما ندخلش روحي يقعد نوتر كي يجي في اسرائيل وامريكان فرنسا وكا. عمر راسك. ايمانويل ماكرون زيد ايمانويل ماكرون بورت اون فيزيون اوفيرت ديناميك اي دافونير شيخ. ها الشيتا هادي ماشي شيتا دو لا غولاسيون فرانكو الجيريان. ها شوف شوف انت تدافع على بلادك يردوك شيات كاشير لحس رونجرز باش يعوقوك ما تهدرش. هما يضربوا الشيتا ايمانويل ماكرون اسرائيل عادي طاي طاي عيناني. عمر راسك شيخ. ايمانويل ماكرون très attendu en Algérie. Emmanuel Macron مرغوب في الجزائر شيخ. Le président français effectuera la visite تاع le 6 décembre قبل ما يجي هادي. très attendu شيخ. اشيت الفرنسا الزواف. Emmanuel Macron vous شغلهم قالهم زعما vous êtes la jeunesse toujours. ام toujours شيت الماكرون. toujours شيت الماكرون. عمر راسك. كاين بير ان ايدالغو. ان ايدالغو هي لا مير تاع باري. ام هي بروحها لي عاونت الشواد في باري بروحها لي فرونسي كروها تبع يديروا يضربوا لها الشيتا ثاني ما عندهمش مشكل. وعلاش هاي لا ايدالغو دارت لهم نوفيلون بربر في لا في كسموه في لا ميريت باري لوتيل دو فيل يحتفلوا به تماك. راك شايف فرنسا تموت على الزواف. عمر راسك خاوه خاوه. هاي لا بوبليكاسيون واحده اخرى ثاني احتفال يناير في لا ميريت باري. عمر راسك شيخ. هنا بيبليسيتي نوفو كليب تاع ميديا يدير بيبليسيتي الكليب تاع غابه. شايف كليب تاع الزواف في غابه. عمر راسك باش تفهم بلي كاع خاوه خاوه بيناتهم. زيد هنايا قال لك قبايلي وعربي خاوه خاوه والقايد صالح مع الخونه. هنا توجور كي تجي في قايد صالح ولا هكا لي زالجيريان يضربوا وعندهم راي وكاع. هنايا في هذه في هذه بيبليكاسيون خاوتي شوف في هذه بيبليكاسيون تاع شوف شوف تاع النهار اللي المبردعين تاعنا خرجوا قالوا قبايلي وعربي خاوه خاوه وكترونا البارطاج خاوتي باسكو السينيال غادي يبدا. شوف لي كومونتير شوف شوف قال لك ماخ قالت لهم هذه قبيليه يوفا لا روبال كي تلقى لا روبال عرب اللي فاهم عرب اللي هما. قالت لك ميرسي بوكو انفان نوتر غيف فيان دو سو رياليزي لو كولونيزاتور. حنا المستعمرين زعما قالت لهم شكرا زعما جزيلا الحلم تاعنا تحقق. المستعمر تاعنا زعما هما العرب اللي راهم هنا في الجزائر فيان دو نو اكسبتي دون نوتر تيغ زعما هذا المستعمر العربي راه قبل بينا في ارضنا. إن نو زابيل لوغ فخيغ دروك راهم يعيطونا خاوتنا. اون بو موغيغ ترونكيلمون قدو نموتو هانيين مي فغيمون سي لامونطابل
زعمك شغل هم انتوما تقول لهم خاوه خاوه ما يطنزوا عليكم. عمر راسك خويا عمر راسك. هيا هاك هاك غادي نبداو نقصحوا اللعبه الاولى. لي زيتيديون الجيريان اكزيج لو ديبار دو بوشارب، هادي من قال لك الطلبه كانوا يحوسوا يطردوا بوشارب اي لا ميز او موزي دو افلان اون سو مومون ديفون لا بي ان. نورمالمون تحبس تماك تعطي لانفورماسيون صاي، ما تجيش مع هذا لي موتيكون اللي يضحك شايف فرحان. هادي زعما راه يتهجموا على الافلان، دوك تشوفوا بلي ماشي دائما يتهجموا على الافلان، تبع مليح هالافلان خاوتي. لو مير افلان تاع واد اميزور مش عارف شنو هذيك واد اميزور ولايه دو بجايه سمي او كوتي دو بوبل الجيريان اي دينونس لا كانديداتور ايليجيتيم تاع عبد العزيز بوتفليقه. تسمى من يكون افلان بصح يكون قبايلي صافا مالك غايه، ما يقولولهش انا شيات، ما يقولولهش ركبت الموجه، باسكو مير تاع افلان تاع بجايه صاي. عمر راسك شيخ. ايا هاك هادي واعره هادي بزاف هادي. هنا شوف قال لك لا ستوبيديتي اي لا ديماغوجي، هذا اسمه هذا ماشي ارتيكل خاوتي، هذا راي كاع هذا التاكس هذا راك تشوف فيه هنايا الراي السياسي تاعهم، تما داو بوزيسيون ماشي كما في اسرائيل وين ما يهضروش. ايا من هنا سي بير. عمر راسك دوك نقلع التليفون باش نقرا ديريكتومون باسكو ندوخ. قال لك لا ستوبيديتي اي لا ديماغوجي نو كوناس دونك اوكون ليميت شي نو ريسبونسابل بوليتيك، صح ضربوا السياسيين تاعنا. قال لك بور لونسيان سكرتير جينيرال دو اف ال ان الجزائر دو اوبتونير لارم نوكليير، هذا واحد من المسؤولين تاع الافلان قال لهم الجزائر اللي قالها دير سلاح نووي. جا السينيال خوتي جاو صحاب السينيال جاو. ولا كريم امل لا جا اون بيرسون وقيلا كاع كترو البارطاج خوتي كترو باسكو اللي راه باقي سي اونكور بير. كترونا البارطاج مع كيما شفتوا هاد البوبليكاسيون اللي كنت نقول لكم عليها. قال لك هذا المسؤول بالك انقطعت لكم سكو شاك فوا تنقطع من بعد نلقى بلي هضرتي راحت. هذا مسؤول تاع الافلان قال لهم الا نديروا النووي ونحطوا فيه تيك جدا باش لو كان الفلسطينيين الاسرائيليين يعاودوا يتهجموا على الفلسطينيين نقصفوهم بالنووي. صح هو قالها شكلها ولا مشكلهاش الله يسهل عليه، نورمال هذه حاجه اللي تفيد العرب والمسلمين ما عندناش بروبليم معاها. هما راهم يتهجموا على الافلان وعليه هذا السيد على اللي قال لهم نتهجموا على اسرائيل ويدافعوا على اسرائيل. عمر راسك شيخ زيد معلومه. قال لك هذه نهار اللي اسرائيل تهجمت على الجزائر قال لك لو بورت باغول تاع الغوفرنمون اسرائيلي ا كاليفي داكت اوستيل كونتر ليتا ديزرائيل لاد دو 25 مليون ديسيدي باغ لالجيري او بروفي دو غزه. هذه نهار اللي الجزائر عاونت غزه ب 25 مليون هما قال لك جابوا لانفورماسيون ما عطاوش رايهم، ما قالوش ما تهجموش على اسرائيل. قال لك علاش ومنا تهجموا على الجزائر؟ لا خاوتي هادي مع اسرائيل ضد الجزائر. هنا انفورماسيون نورمالمون تضر كاع الناس. قال لك اسرائيل نو فورنيغا بلو ديليكتريسيتي كو 2 اور باغ جور غزه. هنا ثاني ما عندهمش راي، هنا عندهم ايسون نوتر. هنا صفحه ولات نوتر من اسرائيل قطعوا على خاوتنا غزه الضوء، عطاوهم غير 6 سوايع في النهار. راك فاهم؟ تبع مليح. ثاني هنايا بوبليسيتي وشيتا لاسرائيل. En Israël, un restaurateur offre 50% de réduction aux Juifs et aux Arabes qui mangent ensemble. Tu vois, la publicité, le Sahaïna ou Israël. Il y a un restaurant en Israël, les Yehoudis, il y a des mecs qui sont les Arabes ou les Yehoudis. Il y a une publicité en Israël. C'est ce qu'il y a des chiites. Israël, Palestine, certaines organisations se mobilisent en faveur d'une solution à deux États. Il y a un chiraï, il y a un compensez-vous. شاك تخمم فيها انت ما يعطيكش رايه، راك شايف ما يدمركش كما يدمرك على بلادك المبردع. هنا يعطيك يقول لك انت واش رايك، راك شايف باقي غير شويه ويقول لك فوتي مع اسرائيل. هنا لونيون دي كوميرسون الجيريان ابل ان بويكوت دي برودوي فرونسي. هذه نهار الجزائريين التجار تاعنا قال لك نقاطعوا السلعه تاع فرنسا صاي. نهار فرانسوا اولوند راح مع اسرائيل تمشى معاهم شي يقول لك، ما يقولكش تهجم عندهم الصح ولا، يقول لك كومبونسي فو. هذا مكان كتر البارطاج خاوتي. هذه هما حاطينها، هذه شحال من بردع حسبها باللي من الجيش. يا ايها المبردع هذا السلاح اللي تشوف فيه ما عندناش هنا في الجزائر، هذا السلاح تاع فرنسا فاماس راك شايف. وهذه البلاصه اللي راهم فيها هذا المطرح وكاع هذا تاع لا ليجيون اترونجير، معناتها هذا كاس زواف راه خدام عند فرنسا في الجيش الفرنسي صاي، باش ما تحسبش باللي تاعنا. زيد
فالوك غادي نزيدك. بون هادي كادو، هادي معطوب للناس في الموت تاعه، ما كانش كاين الفرشيطه، فهم؟ هادي كادو. دروك نولوا الماء اخطر، هادي لا با شوف شوف صاي، راكم عرفتوها باللي صهيونيه مع ماكرون مع كاع الصوالح مع اسرائيل. ها يبارطاجو غير لي ستا بوبليكاسيون تاع الزواف، فهم؟ كي تدخل عند هادي تلقاها زوافيه عائله، هادو ها هادو لي ستاتو لي بارطاجوهم هما. يا عمر راسك خويا عمر، هنا صح تهجموا على نعيم مصالحي كما العاده، هنا مام هاد ستاتيو شوف يتهجموا على نعيم مصالحي. قال لك الوكازيون دو عيد الفطر منا الونسي ان ابل او مورتر كونتر، شكون؟ ماشي لو تيروريست فرحه مهني، ما وصوش بارهابي، سماوه فرحه مهني لو فونداتور اي بريزيدون دو موفمون بور لوتو ديتيرميناسيون دو لا كابيلي. هذا ما كان فاهم، ما يوصفوش وما يقصفوش فرحه مهني، بالعكس عندهم يدافعوا عليه. زيد عمر راسك، هذا شيخ، هذا اللي تعقلوا عليه حبسوه مصالح الامن. دوك تشوفوه ثاني هنا كيكون زوافي، هذا ارهابي اللي غنوريه لكم خاوتي. ها فوالا اريستاسيون، تبع مليح تبع مليح، هذه هذه مهمه باش ما يزيدوش يبردعوكم. اريستاسيون دو بابلو الفلاح، لو بابلو اسكوبار الجيريان، ما قالوش قبايلي، راك شايف صاريها كيما في فرنسا، من يكون واحد عربي مسلم عربي ويدير حاجه مش مليحه يسموه الجيريان، هكا لكن جزائري يسموه الجيريان، بصح كيما زين الدين زيدان يسموه لك فرنسي، راك شايف كي يكون واحد اللي يفيدهم يسموه لك لو فرونسي، ونهار اللي يكون داير حاجه مش مليحه يسموه لك الجيريان، كيما كريم بنزيما نهار اللي يشكاو به منا ودار هذاك مشاكل ولا يسموه الجيريان. هنايا هذا قبايلي زوافي كان يبيع الغبره وعنده السلاح وكاع، نهار اللي يكتبوا لك عليه يكتبوا لك الجيريان، لو كان دير حاجه شابه يسموه لك كابيل. عمر راسك مليح الشيخ كيفاش يبردعوا فيكم، ومازال صح القدامه ها الناس اللي تسلح في روحها وانتم قاعدين خاوه خاوه، هنا يضربوا الشتاء المغرب. اي عم راسك شكون مول شوف شوف شكون لاباج تاعها هذه شكون؟ Bien évidemment pas longue vie à Chouf Chouf. Alors vous participerez bientôt là dans quelques jours au forum Algérie en mouvement dans Chouf Chouf. ها ولا مولها خاوتي غير هو كريم املال، كريم املال مول شوف شوف. ها ولا لاباج تاعها ومازال خير قدام، كثرونا البارطاج خاوتي كثروا باسكو لا سويس راهي جايه شابه. On a tout simplement envie de dire comment allez-vous depuis que vous avez fondé ce média vidéo sur internet il y a maintenant quoi, les 4 ans? Il y a 4 ans, bah on est toujours là, 4 ans après, bon an mal an, et on se heurte à une difficulté qui est celle de beaucoup de médias en général, mais en particulier dans cette région-là du monde, qui est un problème de modèle économique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous, donc il n'y a pas de publicité, ça rapporte pas grand-chose. ما كانش بوبليسيتي خاوتي كي هما كي المغاربيه، هادو القنوات ما عندهمش بوبليسيتي. دوك تفهموا علاش ما عندهمش بوبليسيتي، شكون يدعمهم؟ انت دوك ما عندكش بوبليسيتي، ما عندكش باش تخلص انت، ما عندكش باش تخلص خدامه، علاه راك قاعد 6 سنين وانت تخدم فيها، راك شايف حاجه ما دخلكش دراهم باش تعيش. تبعوا مليح دوك تفهموا شكون لا سويت، شكون اللي راه من موراهم، شكون اللي مولاها الحقاني، هذا صار له كيما ربراب هذا الواجهه، وشكون مولاها الحقاني اللي حلها معاه. دوك تبع تبع مليح دونك اون فايك لي مويان دو بور سي دير دي مويان كي سون فريمون ارتيزانو. أولا هنا اون 2013 il cofonde le média numérique شوف شوف، معناتها حلاه مع واحد شركة، شكون شريكة هذا؟ جيل طيب اللي وريته لكم اليهودي الصهيوني تاع فرنسا، هو مولاها الزوج. il cofonde le média numérique شوف شوف. هاولا فيديو هكذا تبع مازال لا سويت، دوك تفهموا باللي كاع خاوة خاوة مع اسرائيل وفرنسا. ها ولا جيل طيب اللي قلت لكم عليه، هذا هو الشركة في شوف شوف. ها ولا مام هنا في بربر تي في قالوا لها هذا البيرسوناج جيل طيب سي ان بيرسوناج ان بو سولفورو، معناتها حاجه دونجي هذا الانسان ما في فرنسا ويكرهوه. تبع مليح شي يقولهم عليه صهيوني يهودي. جيل طيب avec qui vous collaborez on se permet de vous le demander. Alors d'abord il est c'est un ultrasioniste. D'abord ultrasioniste ما كاش صهيوني اكثر منه. تبع il est très sympa. D'abord il est très sympa. ناس ملاح قالهم الصهاينه والفرشيطه خاوه خاوه، قالهم جيل طيب قال لهم d'abord il est très sympa. ناس ملاح. Bon, ben tant mieux. Le président a souhaité nous nommer tous les trois. On a dit le Raïs, François, plutôt Emmanuel Macron. Nous avons trois. Nous avons un, c'est Gil Tayeb et c'est l'autre. Nous avons trois. Donc, vous comprenez que c'est une erreur. Voilà. Pour censurer Internet, Macron privilégie le conseiller juif. هادي ماكرون ما نصبش هذا الكريم املال،
نصب جيل طيب، وجيل طيب هو صاحب كريم أملال شريكه في شوف شوف، هو اللي جابه، ماشي ماكرون اللي نصب هذا كريم أملال. عم راسك مليح. ها ولا الارتيكل بانامزا معروفة وين يفهموك باللي ماشي ماكرون اللي جاب كريم أملال. ماكرون الى اوبي وزودر تاع الكريف، عطى لا ميسيون للفيس بريزيدون تاع الكريف اللي هو جيل طيب، وجيل طيب هو اللي جاب كريم أملال لانه يعرفه شريكه في كسموها في هذيك شوف شوف. عم راسك مليح. ها ولا معروفين في فرنسا ومكروهين. ها ولا سي سي اف كريم أملال شارجي دو لا ميسيون سور لا لوت كونتر لا سيبر ان. هاش كل راهي سينيالي فينا خاوتي. Député de Paris, qui a été la cible, député de la République en marche, qui a été la cible de ces fameux raids racistes très 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 graves. Ah voilà, non, Gilles Tayeb, le gouvernement français, premier ministre, ah Laetitia Avia Lerkeliha, ah voilà, Karim Amelal. Ah Zouaf, chacun d'ailleurs, il a choué, qui est tout le bled. Ah nous saïch tout hum, ah y'a donc nos slots. A souhaité nous nommer tous les trois. بصح بطبيعه فاصون انودين. ها ولا قال لهم حطنا احنا ثلاثه، ماشي غير هكا، ماشي عشوائيا، حطوهم هما ثلاثه لانهم يمثلوا الاقليات، واحد الاقليه اليهوديه، الاخر الاقليه البربريه، وهذيك الاخرى الكحله اقليه زعما تاع ليزافريكا. تبع مليح pour essayer de trouver des moyens d'améliorer la lutte contre la haine, la cyberhaine, le racisme, l'antisémitisme sur internet. Comme je disais, à l'instant, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais c'est pas anodin. Évidemment. Et ça veut dire que, alors pour être très caricatural, enfin, ça fait. Oui. Bon, etc. Tout ça n'a pas beaucoup de sens, mais enfin, il n'empêche que. Il y a deux sujets. Ah. N'a pas namza, gulna, y'arfou, mahroug, n'a pas namza. Ah voilà. Qu'est-ce l'article, khouya? Il récolte de l'argent pour l'armée israélienne. Achir. Amoul, chouf, chouf. يلموا دراهم باش يعاونوا تسهال الجيش الاسرائيلي، وانت يا المبردع تروح تتبع لي زانفورماسيون يجيبوهم لك هما واللي يحرضوك على بلادك. اهنا صاي فتنا تمازغه وفتنا تيزي وبجايه، رانا في اسرائيل ديريكت، راك تسمع ديريكت من عند اسرائيل. عمر راسك. ها ولا هنا كريم ملال سينيو اشونس بو ايكوت. هنايا كريم ملال وين راه؟ راه في هاد لاشين اللي قلت لكم يجي نهار ونهضر عليها، فرونس 24. Auteur du rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur internet, il a été remis, c'était en septembre dernier, au premier ministre Édouard Philippe. Quelles sont vos conclusions? Nos conclusions sont. Sur chauf. Hadi France 24, les bzef jazerin, ils te bouham, elle bahoum chemin. C'est d'essayer de mettre un peu d'ordre qui puisse permettre de combattre la haine à travers des outils, des instruments assez simples, comme par exemple des modalités de retrait des contenus haineux dans un certain délai. On le fait déjà pour les contenus terroristes et pédopornographiques. Pourquoi pas pour des contenus qui sont racistes, antisémites, anti-migrants, etc. etc. Les modalités de signalement, c'est très compliqué de signaler un contenu haineux. On n'a souvent pas de réponse. Donc on propose une chaîne de signalement. Ha la chaîne de signalement اللي تحبس لكم لي فيسبوك تاعكم خاوتي. ها ولا الزوافي كريم أملال اللي صح هو صهيوني وخدام عند ماكرون ومع جيل طيب اليهودي الصهيوني دايرين دي بلاتفورم خارج فيسبوك باش يسينياليو لكم لي فيسبوك تاعكم من تجي مع الجيش تاع بلادك ولا تجي مع بلادك ولا تجي كونتر اسرائيل ولا حاجه كيما هكا. ها هما دو الناس اللي يسينيالوك. ها علاش سينيال خاوتي سينيال كريم أملال. ما تخافش كريم أملال صاي كلشي فات. نعم بركا من سينيالي خويا، بركا من سينيالي. خلينا نهضرو، خلينا نديرو الديمقراطية شوية. كترونا البارطاج خاوتي، راكم بديتو تفهمو دروك علاش السينيال راه كاين. شايف علاش كاين؟ غير نشعلو لاكام يبداو يسينيالو. كترو البارطاج خاوتي، نخليكم شوية دقيقة ولا باش عاودو تبارطاجو. دوك تفهموا شكون داه لفرونس 24 دروك وشكون هي فرونس 24. سي تري امبورطون باسكو لي الجزائريين بزاف راهم يتبعوا الصوالح تاع الحراك والوضع السياسي في البلاد من فرونس 24. وتلقاه المبرداء يقول لك انا ضد فرنسا ويضل يعاير في فرنسا، بصح كي يروح يدي المعلومه يديها من عند فرونس 24 ولا يديها من عند شوف شوف ولا من عند دي باج اخرين كيما هكا، يديها من عند العدو ديريكت.
يديها الرئيس السياسي تاعه يديه من عند العدو ويقول لك راني نحارب في العدو. كثرونا البارطاج خاوتي. دوك تشوفوا هنا فرنسا 24 فرنسا 24 شكون هي وشكون اللي داها؟ هذا كريم املال، نذكر باسمه كريم املال، على بالي بلي راه يسمع فيا كريم املال، خاطر انا نتهجم عليه بزاف لاباج تاعه هذه سنين سنين وسنين. عمر راسك مليح شكون اللي داها فرنسا 24؟ شوز كي سون اسي سامبل اسي ايفيدون. تيلي بيانفيو سور فرنسا 24. هنا هذه فرنسا 24 خاوتي داروا عليها الزواف حاله، عرفتوا هنا فرنسا 24 بالبدله القبائليه، هذا الفيديو داروا عليها حاله الزواف. عمر راسك شكون؟ عمرهم ما داروا البدله واحده اخرى، بدله قبائليه. عمر راسك du gouvernement libyen d'union nationale était à Paris ce mercredi après un entretien à l'Élysée avec le chef de l'État Emmanuel Macron. Il a fait un passage à France 24. Extrait de l'entretien accordé à notre antenne dans un instant. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de l'entretien à 23h15 heure française. France 24. Et sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe. شكون هادي خاوتي؟ هادي اللي كتلبس دروك البدله القبائليه. هادي هي ريبريزونطونت تاع المويان اوريون، اوريون اكسبريس. هادي هي اللي تمثل الجزائر في فرنسا 24، كي تكون حاجه تهم الجزائر يجيبوا هادي. هادي شكون خاوتي؟ هادي مريم املال، عائله وحده خاوتي، زواف فرشيطه خاوه خاوه، وهما واسرائيل وفرنسا خاوه خاوه. الاخر كريم املال، هادي مريم املال، عائله وحده. عمر راسك هاي مريم املال، دوك نقرو عليها دروك ش دارت في حياتها. هاي مريم املال، بون ماشي بان غايه، دوك نقرا ديريكتومون. هاي مريم املال جورناليست فرانكو الجيريان، زايده في 79 في هنا في الجزائر، وباينه راحت منا. وين كتخدم خاوتي؟ قبل ما ندخلوا وين كتخدم، تشوف جورنو فرانكوفون. قبل ما هنا كتخدم، ملي كانت الجزائر كتخدم في الوطن وفي ليبرتي، هاي الوطن، ومن بعد ضربت الدوره الجورنال ليبرتي عند ربراب، راك شايف. ومن عند ربراب ديريكتومون وين راحت؟ الجزيره، ما عندها عند قطر خاوه خاوه هما واسرائيل. ومن الجزيره وين راحت؟ ايطالي، التلفازه الاسرائيليه تاع فرنسا، باش تشوفوا ان بو شويه السيفي تاعهم ولا بوك اللي يديروها، راك شايف. قلنا الوطن هنا في الجزائر، راحت عند ربراب ليبرتي اللي هو الجورنال نذكرو تاع ربراب تاع الزيت اليو. من مور ليبرتي ديريكتومون دبروها الجزيره اللي هي تاع قطر والارهاب والدعم داعش والجماعه تاع الربيع العربي. ومن الجزيره ديريكتومون ايتالي تاع اسرائيل، هي تاع فرنسا مي كاع العالم على باله بالتلفزيون اسرائيليان. زيد من موراها راحت لفرنسا 24. عمر راسك واش قرات هاد الشيره السيفي تاعها شافيه؟ هاي هي اللي تهدر جو سوي نيالجيك دا منا صحا. وراها 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 هاي الوطن ليبرتي اللي ما يأملناش، قرات خدمت في الوطن وليبرتي. دوك تشوف شا قرات، قرية العبرية خوتي، قرات ليبرو باش تسهل صوالحها مع اليهود. هاي لا ايتالي صح، وراها تشوف. المهم دخلوا السي في تاعها، راه كاين في ويكيبيديا، دوك تلقوا بلي السي في تاعها قرات لي لونغ تاع كسموه تاع المويان اوريون، وسورتو قرات ليبرو باش تسهل على روحها الخدمه مع خاوتها اليهود. ومن تماك دارت هذاك الباركور اللي قلت لكم عليه، طلعت فرنسا الجزيره، من مور الجزيره ايتالي، من مور ايتالي فرنسا 24. دروك نروحوا لهذه فرنسا 24 خاوتي اللي الجزائريين تبعوها بلا ما على بالهم شايله، هذه فرنسا 24 باش نعرفوها شايله. هاي لا فرنسا 24، شوف نحلو لي دوكيومون ا لا سورس خير. من راسك يا خويا يا المبردع. ها فرنسا 24 خاوتي، فرنسا 24 كرياها هذا، بداها جاك شيراك، ومن موراها حلها هذا وفيساليزها وبدلها اسمها. دوك تبع مليح خاوتي، دروك تبعوا مليح شكون هي فرنسا 24 لك تتبع منهم. هاي لا فرنسا 24 شنو نقدموا؟ France 24 est une chaîne de télévision française d'information internationale créée en le 30 novembre 2005 ou peut-être diffusée en 2006. Had l'fikra jabha Jacques Chirac, ah voilà, le président de la République Jacques Chirac en 2002. Dar had l'fikra ou tab'a kataba l'wizarat l'kharijiyya ta France, hay la France 24. Tab'a l'art tma nta katfarj men France 24. Rak tdi l'akhbar directement an d'awla fransiyya.
ماشي من عند ميديا فرنسي، تديهم ديريكتومون من عند الدوله الفرنسيه. هاد لاشين دايرينها بالعاني باش تخدم لا بوليتيك فرونسيز في الخارج. ها هو قال لك لاشين كرياها جاك شيراك اون 2002 باش بوغ فير فاس او كونكورونت امريكان سي ان ان انترناسيونال، بريطانيك بي بي سي وورلد، هاي القطريه جزيره. ابري بليزيور زاني من هكدا ها خدموها، ومن بعد جا ساركوزي بدلها اسمها. ولمن كانت تابعه هذه فرانس 24، هاولا البيدجي تاعها خاوتي. فرانس 24 ديسبوز دو دو سورس برينسيبال دو فينانسمون، ريدوفونس اوديوفيزويل بي شاك بي بار شاك لواي ايكيبي دان تيليفيزور، هذه تاع لا تاكس تاعهم، ولي سوبفونسيون دو ليتا، معناتها هذه شان تاع الدوله الفرنسيه. اون 2007 sa première année de fonctionnement, la chaîne dispose d'un budget de 87 millions d'euros. C'est le budget de 87 millions d'euros. 2008, c'est le budget. Donc, c'est le budget de la chaîne. Depuis 2009, c'est France Média Monde. Elle est France Média Monde. Et elle est la maison mère de France Média Monde. Anciennement, audiovisuel extérieur de la France. راهي ماشي شركه بريفي واحد عندنا شان دو تيليفزيون في فرنسا، لا راهي الدوله الفرنسيه ديريكتومون وكتابعه للمينيستير، مينيستير تاع ليترونجي، مينيستير ليكستيريور تاع فرنسا، وزاره الخارجيه الفرنسيه. عم راسك الشيخ. هاي لا لا فيليال تاع فرانس ميديا موند، فرانس 24، عندهم راديو فرانس عقلوا عليها ار اف اي، راديو فرانس انترناسيونال، وعندهم هذه مونتي كارلو دوليه. شو ما اسمها تحسبها بالعربيه تقول انت هذه عربيه، ها دوليه. عمر راسك. ها لي ديريجون تاعها سي تري امبورطون، لي ديريجون تاعها هما لي ديريجون اللي كانوا فيها. بون بعد نحطكم الارتيكل. شكون اللي كان برومي ديريجون تاعها؟ هذا الان دو بوزياك 2018 2012. مين ما صدق لهمش الربيع العربي، ومن بعد بقات غير الجزائر اللي ما طاحتش في الربيع العربي، حطوا مديره من عندنا من الجزائر، ها ماري كريستين ساراغوس، دوبي اكتوبر 2012 ولات هي المديره. دوك تفهم شكون هي ماري كريستين ساراغوس. هاي لا فرانس ميديا موند، هذه هي هاي لا اون جانفي 2012. السينيال خاوتي، السينيال توجور توجور مع السينيال. كثروا البارطاج خاوتي، كما كنا نقولوا هذه ماري كريستين ساراغوس هي المديره تاع فرانس 24. دوك تبعوا مليح اش داروا لها. هذه ماري كريستين ساراغوس تخدم في وزاره هاي لا مينيستير دي زافير اترونجير تاع فرنسا. تروح عندها حطوها مديره في اكتوبر 2012، وفي ديسمبر وقيلا تشوف ديسمبر 2012 معناتها شهر من بعد داروها شوفالي لا ليجون دونور، طلعوا لها في الكراد. هادشي المهمه تاعها كانت بقى لها غير بقى لهم غير الجزائر، فهم طيحوا ليبيا طيحوا كاع البلدان الاخرين، بقات غير الجزائر. جابوا لنا وحده من اصول جزائريه، دوك تشوفوها بلي هي من سكيكدا بينوار، وغير حطوها في البوست تاعها طلعوها شوفالي لا ليجون دونور لو 31 ديسمبر 2012، وقلنا هي ولات مديره في اكتوبر. ومن بعد عاود برومو لو 13 افريل 2017 اوفيسي دو لورد ناسيونال دو ميريت، زادوا طلعوا لها في الكراد. هاي لا ماري كريستين ساراغوس né le 24 mars 1960 à Philippeville, aujourd'hui Skikda, en Algérie. Oui, on a une Algérie, parce que tu connais l'Algérie, tu connais la Algérie. C'est ça, chouti, pour que tu connais la fourchette Israël et France, chawa chawa. كريم أملل، مريم أملل، عائلة وحدة مع صهاينة يروجوا الأفكار فرنسا وإسرائيل في الجزائر. راكم شفتوا كيفاش يتريتوا لانفورماسيون، ماشي يجيب لك المعلومة قال أودي اليوم خرج آيفون 5، لا يقول لك خرج آيفون 5 شباب ومطرطق، من تكون في قضية إسرائيلية ومن تكون حاجة تاع جزائر يعايرها ويضربها. راك شايف هذو هما الصفحات، ومازال كاين صفحات أخرين غادي كل خطرة نمنجل لكم وحدة فيهم. هذو هما الصفحات اللي راهم يروجوا الأفكار ضد الجيش دروك حاليا، ضد مع المرحلة الانتقالية. هذو أصحاب المرحلة الانتقالية يخدموا مع الدولة الفرنسية عيناني طاي طاي، ومع إسرائيل عيناني وطاي طاي. كثرونا البارطاج خاوتي، لأن راكم شفتوا شكون اليوم خربنا، خربنا في رأس الحربة تاع السينيال، معناتها من اليوم الصفحة تاعي تتهدد وغادي تعوقوها كما الصفحة الأولى. كثروا البارطاج، وغدوة إن شاء الله ولا من غد نزيدكم منجل واحد آخر ثاني نووي كما هكا عابر القارات. هاد اليامات صاي نطلعوا لهم المستوى، نطلعوا لهم غير بشوية بشوية.
ومازال تشوفوا صالح بير على هذا، مازال تشوفوا صالح بير على هذا ان شاء الله. كثروا البارطاج خاوتي، تهلاو في روحكم وغدوه ان شاء الله تصبحوا بخير.